محطتنا الأخيرة سلمى رح تكون للمرأة الحامل يلي بتحمل عناية خاصة بتتابعها دايما بشكل منظم يلي بتخليها يكون في تشخيص مبكر لمشاكل صحية من شأنها أنه تنشأ خلال فترة الحمل وعلاجها، وهون بتزيد احتمال الحمل السليم وإنجاب مولود معافى إن شاء الله. أكيد أريجو، لنعرف طبعا المرأة لما بتعرف بهذا الخبر السعيد بتتراود لذهنها أسئلة كتير تتعلق كيفية التعامل مع صحتها، صحة جنينها. اليوم رح نتعرف أكثر على أهم الوسائل المتابعة للمرأة الحامل مع الدكتور أدهم عساف، اختصاصي بالتوليد والنسائي. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتور أدهم، وحمد الله على السلامة. الله يسلمك يا رب. دكتور، يعني أول ما تعرف الوحدة أنه هي حامل خبر كتير حلو بيكون عليها وبدخلها بمرحلة جديدة، شو أهم الخطوات لازم تتبعها بأولى هالمرحلة؟ طبعا أكيد هو خبر على الأغلب يعني بده يكون خبر سعيد للمرأة الحامل. أهم شيء أنه المرأة تعتبر أنه الحمل هذا ليس بمرض، الحمل هو عبارة عن حالة فيزيولوجية لازم تنتهي إن شاء الله ولادة سليمة مع جنين معافى. أهم شيء في حال المرأة اكتشفت أنه هي حامل، دغري إذا في أي عادات سيئة مثلا تحاول تبتعد عنها. مثلا التدخين هلأ هو ما ممنوع بشكل يعني قطعي، ولكن يفضل أنه تمتنع عن التدخين. الكحول مثلا، في بعض الأمور مثلا المأكولات اللي ممكن تكون مضرة، مثلا بتعرفوا أنتوا عنا في أكلات هيك معينة، مثلا الكب النية، اللحمة النية، الهبر النية، كذا. هي الشغلات لازم تبتعد عنها. أكيد لازم تهتم بتغذيتها، مثلا الخضرة، الفواكه تكون مغسولة بشكل جيد. وأهم من هيك أنه لازم دغري الحامل يعني اكتشفت أنه هي حامل، لازم يعني تاخذ تتصل بطبيبة بشان تبشره وتقول له أنه أنا حامل، بشان الطبيبة يقوم بأول معاينة. تماما، يعني ما يصير تأخير بهذا الموضوع. يفضل ما يصير تأخير لعدة أسباب. أول شيء يعني هلأ بتعرفوا غالبية العيادات مجهزة بأجهزة إيكو، فلازم الطبيب يعمل له أول شيء فحص عام، يطلب له تحاليل عامة، من ضمن التحاليل هي تحاليل الدم، الخضاب، الصيغة، يعرف إذا هي عندها فئر دم ولا لا. هلأ ببلاد برا طبعا بيطلبوا الفيريتين، في شغلات أكثر من هيك، مثلا اللي بيطلبوا الحديد مثلا. إذا كانت ما بتعرف زمرة الدم لازم نعرف زمرة الدم، عرفتي كيف؟ في عندي كمان لازم بعض الجراثيم مثلا بيقولوا عنها الجرثومة، هي التوكسوبلازموز، يفضل تنعمل اول حمل، خصوصا هلا غالبيه النسوان عندنا هون ممنعين من هالشيء لانه بتعرفي طبيعه الاكل عندنا. لازم تعمل الروبيلا مثلا، لازم ينعمل هذا الشيء. في ما احنا بنحاول يعني اعطيكم الفكره شو الشغلات لازم نعملها هون. طبعا في بلاد برا بيعملوا شغلات اكثر بس غالبا ما انا ضروريه يعني. أكيد. طيب غالباً. دكتور، خلينا نحكي، اليوم كتير معروف أنه كل مرحلة بالحمل إلى عناية خاصة. طبعاً. خلينا نحكي عن المرحلة اللي هي بتيجي بأول 3 شهور للحمل، وهل صحيح أنه هي أخطر مرحلة؟ لا، ما أنا أخطر مرحلة بالنسبة، لا ما أنا أكيد ما أنا أخطر مرحلة. هلأ أول 3 شهور ممكن الحامل يصير عندها مثلاً أول شيء اللحام، مثلاً الخياءات الحملية اللي بتنتهي بآخر 3 شهور، معناته أزعج مرحلة. أزعج مرحلة خلينا نسميها. هلأ هي بتاخذ موعد مع الطبيبة، لازم نعرف أول شيء الحمل توضعه، إذا كان متوضع بشكل جيد بالرحم ولا لا، إذا كان في حمل واحد ولا اثنين ولا توأم ولا أكثر من توأم مثلا. هي الشغلة. وطبعا هلأ الخياءات الحملية الطبيب ممكن يعالجها، وممكن إذا ما أنا مزعجة كتير مثلا في أشياء وقاية مثلا منها، يكون الوجبات خفيفة متعددة، وطبعا ما كتير تكتر سوائل. هاي وخلال عملت أول إيكو على الشهر الثالث لازم تعمل إيكو، هذا أهم إيكو بالنسبة لنا، لأنه في بهذا الحمل بهذا الشهر يعني بالشهر الثالث بيقيسوا قياس الجنين، لازم يقيسوا يشوفوا دماغ الجنين وقياس النقرة، هاي أهم شيء، وتشوفوا أعضاءه إذا عنده 4 أعضاء كاملين، ويعني هيك بسيط ولكن ضروري.
وممكن نطلب كمان تفاعلات هي تبع مثلا بيقولوا عنه التريبل تيست، الاختبار الثلاثي، مشان نعرف اذا ممكن هذا الجنين يكون عنده التثلث الصبغي 21 مثلا، هو اللي بيقولوا عنه المنغولية. هذا المهم بهالفترة بالتحديد لازم يتم اختباره طبعا بهالفترة. طبعا الفترة هلا ببلاد برا بيساووا ابكر، عندنا بيساووا لحد 16 اسبوع. عرفتي؟ لحد 16 او 17 اسبوع. نحن بدنا نحكي بالمتوفر عندنا هون، فاكثر من هيك ما في يعني. وتهتم بصحته وبتغذيته مثل ما تفضل يعني. تماما دكتور ريك، دائما يعني المراه الحامل عندها استفسارات انه انا على شو لازم ركز الاغذيه، شو يلي بيفيدني. ذكرت لنا بعض الممنوعات اللي لازم تبتعد عنها. بتحب انه تهتم بغذائها بشكل سليم اكثر يمكن من اي وقت مضى. طبعا. شو اهم الاشياء اللي لازم تركز عليها المراه الحامل؟ هلا اهم شيء انه ما يزيد وزنها كثير، لانه هلا بتعرفي هون بيقولوا، بتعرفوا يعني عفوا، انه انت حامل لازم تاكلي عن اثنين ايه لا هذا الشيء مو ضروري ابدا. عرفت كيف؟ يكون اهم شيء تغذيتها مثلا غنيه بالبروتينات. ممكن يكون عندها مثلا طعام فيه لحوم مثلا مره او تنتين باليوم، وتخفف اكثر شيء من السكر. لأنه السكر ممكن يسبب لها سكري حملي، أو ممكن بالأساس عندها عدم التحمل السكر ويكون يصير عندها سكري حملي مثلا. والملح؟ الملح ما بصير وحدة مثلا تلغي الملح نهائيا، ولكن الملح لازم يكون بشكل معتدل. تمام. طيب كمان دكتور يعني حكيت عن أنه بعض المأكولات لازم نبتعد عنها، خلينا نحكي ليش في أسباب معينة، مثلا مثل ما قلت الكبة النية أو اللحم النية. أكيد. ليش لازم تبتعد عنها؟ في أشخاص بتقلك أنه ما بتأثر. لا بتأثر بتأثر. هلا مثلا اللي بتشرب كحول مثلا، هي أكيد لازم تلغي تماما الكحول. تماما. الكبة النية مثلا هي الجرثومة موجودة غالبا باللحم النية. عرفتي كيف؟ وقت تكون اللحمة نحن نشوية وتكون مشوية بشكل جيد حتى ما يكون فيها دم يعني، لأن في ناس بيحبوا اللحمة مثلا دماية شوي. هاي ممكن تسبب يعني انتقال لهي، وهذا الشيء ممكن يسبب تشوه للجنين. تشوه وأمراض عند الجنين مثل مثلا تكلسات بالدماغ، كاتراكت بالعيون ممكن يسبب، وتخلف عقلي حتى. فهي الشيء ضروري. مثلا الجبنة لازم تغليها. لازم تغليها او تشويها، لانه في شيء مثلا الليستيريوز هذا ممكن ينتقل وممكن يسبب كمان مشاكل للجنين. تماما. حكينا دكتور ادهم عن اول 3 شهور، رابع، خامس، سادس، شو العنايه لازم تخضع لها المراه الحامل بهالاشهر؟ عنايه يعني هي اول شيء مثل ما تفضلتوا يعني الحمل هو عباره عن خبر سعيد ولازم يكون فيزيولوجي، لازم ما تعتبر حاله مرض. اهم شيء المتابعه عن طبيبه. اهم شيء المتابعه، يعني احنا لازم ما تقول والله يلا انا حامل شو هالشغله برجع بروح بعد شهرين بس بتطمن اذا صبي ولا بنت. الشهر الرابع ما في عناية ولا يعني اي شيء خاص، لازم هي تكفي مع طبيبه عشان يشوفها، يمكن يشوف يساوي لها ايكو يشوف النمو الجنين اذا عم ينمو بشكل جيد ولا لا، لانه احيانا في امراض تنكشف بين الشهر الثالث والرابع. بعدين في الشهر الخامس أول شيء لازم يكون في شغلة أنا ما نوهت عليها، لازم يصير في فحص عام كمان، حتى الصدر لازم ينفحص خلال الحمل. بالشهر الخامس في إيكو، هذا أهم واحد على الإطلاق. هو الإيكو المورفولوجيك، يعني هو الإيكو اللي لازم المريضة تروح عند طبيبة بشان يشوف الجنين كله كامل من الرأس لأخمص القدمين. هذا كتير كتير مهم، هذا هو اللي بيقول تكشف تشوهات الجنين. هلا عادة في 3 ايكو اجباريات ببلاد برا، هي الشهر الثالث، الشهر الخامس، والشهر السابع، و6 معاينات اجباريات هذول. واهم شيء بالشهر السادس نعمل اختبار للسكر. اختبار السكر نشوف اذا المريضه في عندها احتمال يكون عندها سكري حملي ولا لا. في حال كان عندها سكري حملي لازم وقتها يكون متابعه بشكل دوري ومتقارب اكثر. متقارب اكثر، لانه هون امكانياتنا انه المريضه هي وطبيبه فقط. بلاد برا في قابلات قانونيات ممكن يروح يشوفوها بالبيت وهيك،
هون ما في هالشيء، فلازم يكون علاقتها مع طبيبها بشكل متقارب أكثر إذا كان في عندها سكري حملي. أكيد دكتور، يعني عنا كمان مجموعة من الأسئلة رح نتابعها مع بعض السيدات اللي التقتهم كاميرا الإخبارية برفقة الزميلة ريم سليمان بالمادة التالية. هلا شو ممكن اسباب الاجهاض اكثر شيء؟ انا لانه بسمع فيها كثير، فغير انه الاكل او في اكلات معينه هي، وفي غير انه الحاله النفسيه، شو في اسباب ثانيه؟ الحاله النفسيه هي اهم شيء، يعني الناس بتتغاضى عنها، بس انه بياثر الحمل على الحاله النفسيه، عضلات بتتمدد. يعني للاسف بدي اساله، بس انا لاني بشتغل بالصحه عندي معلومات انه بصير في الام باسفل الظهر نتيجه انه الرحم عم يتوسع، عم يكبر الجنين. هالاشياء هي اذا بشرحها لناس انه يعني عمرها صغير هلا انه عندها يا اول حمل، اكيد بتستفيد منها. شو بوجهها للحامل تهتم بنظامها الغذائي؟ شو اهميه النظام الغذائي وجهها له؟ هاي السؤال. بس بدنا نسال، عم نسمع كثير عن اجهاضات لاسباب مرضيه، يعني انه كيف الواحد بده يتنبه قبل الحمل؟ يعني بتوصل المرأة الحامل للشهر السادس أو السابع وبيروح البيبي، يعني إنه بس نعرف يعني إجراءات تتخذها قبل الحمل، حرام يعني قبل ما يصير شيء. أنا عندي مشكلة، ما باخد حبوب أبدا من أنا صغيرة، ما باخد ولا نوع حب، وعادة بيصير فقر دم مثلي مثل أي حدا. إنه شو الأكل وشو شو ممكن نعمله مثلا للحديد للكالسيوم؟ شو المعوضات بالضبط؟ دكتور، تابعنا بعض الأسئلة اللي طرحتها بعض السيدات من الشارع السوري، شو بتحب تجاوب؟ هلأ الإجهاضات طبعاً إحنا ما فينا نحتم قبل الحمل إنه رح يصير إجهاض ولا لا. في حال سيدة صار عندها أكثر من إجهاض للأسف، يعني وقتها لازم نعمل تحاليل كاملة، ثلاث إجهاضات وراء بعض. هلأ في شيء نحن بنعطي الأسيد فوليك 0.4 ميلي جرام، نعطيه قبل الحمل بشهرين وبيستمر بعد الحمل بثلاثة أشهر. هذا بشان يلغي بعض التشوهات في العمود الفقري، يعني اللي اسمها سبينا بيفيدا بيقولوا فتحة بالظهر، يعني هاي لازم ندير بالنا عليها. وإذا حامل مثلا عملت قبل الإجهاض، ممكن جرعة صغيرة من الأسبرين 100 ميلي جرام بالأسبرين ممكن تساعدها. هلا غالبا الإجهاضات الأغلب الإجهاضات هي عبارة عن تشوهات، فهي الطبيعة هي عملت عملها هالأثناء، يعني عملت عملها بدل ما واحد يختار أنه بعد على الشهر السادس مثلا يشوف أنه في تشوه بالجنين مثلا، الطبيعة اختارت أنه سقط هي قبل، وهو أكيد شيء مزعج يعني، ونفسية المريضة راح يعني تكون سيئة، والحمول اللي بعدها راح تكون كتير هي يعني متوترة وخايفة. ولكن بالنسبة لنا ما في غير هالأسلوب هذا، الفوليك أسيد يا الأسبرين. في شيء اسمه الإجهاضات المتأخرة. الإجهاضات المتأخرة هي بعد 18 أسبوع أو من 16 لل 20 أسبوع. هدول الإجهاضات غالبا بتكون بسبب ضعف بعنق الرحم. هاي في إلى علاج، طبعا إلى علاج هو تطويق عنق الرحم. كمان أحد السيدات سألت عن الآلام اللي ممكن تحصل مع السيدة إن كان أسفل الظهر أو أسفل البطن. هلأ الآلام ممكن تكون فيزيولوجية بسبب أنه مثلا عندها رحمة انقلاب خلفي أول فترة، فممكن الرحم بيكون يعني أكثر مشبع، يعني بيكون ترويته أكثر، فممكن يسبب شوية آلام. وفي آلام هي الأربطة، لأن الرحم مسبب بأربطة، ممكن الأربطة تسبب آلام شوي لأنه هي بتتمدد أثناء الحمل. غالباً تنتهي بالشهر الرابع غالباً، وإذا ما هي ممكن تعالج بجرعة صغيرة من المغنيسيوم، 300 ميلي جرام من المغنيسيوم يومياً ممكن يعني ترتاح على الآلام. أكيد. ودكتور كمان بعض السيدات كان عندهم استفسارات حول فقر الدم وكيف ممكن يتعاملوا مع هالموضوع. سمعت طبعاً. هلأ الأغذية اللي فيها السبانخ مثلا، هي اذا فيها ما تاخذ حبوب، ما بدها تاخذ حب، ما فيها تاخذ هو السبانخ، العدس،
هلا اطباء التغذيه او اخصائيين التغذيه بيعرفوا اكثر بهالشيء. الكلس مثلا هو الحليب الاجبان بكافه انواعها مثلا، ممكن هي يعني يعني تعوض لها شوي. دكتور ادهم، يعني معلومات كثير مهمه اليوم قدمت لنا اياها بالنسبه للمراه الحامل، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، شكرا لكم على استضافتكم الكريمه. شكرا لك، وان شاء الله يا رب يكون كل السيدات يلي عم بيتابعونا واللي عندهم تجربه حمل او مقبلين على حمل يستفيدوا منها. شكرا لوجودك. اهلا وسهلا فيكم، بتمنى اكون قدمت فكره يعني لو بسيطه وقدرنا نفيد العالم بالموضوع. اكيد، شكرا لك دكتور. اهلا فيكم، يا هلا.